السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية مبدأ ندوة في نواكشوط تبحث موضوع الحريات السياسية والإعلامية في موريتانيا. وقال رئيس المركز الدكتور محمد السيد أحمد فال إن وجود الحريات السياسية يعتبر الضامن الوحيد لخلق فضاء تتفاعل فيه القوى المؤثرة في المجال السياسي، كما يسهم في خلق معارضة مراقبة ومقترحة وحكومة منفذة وشريكا. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد والمحام إن وجود مؤسسة للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا يغير النظرة إلى المعارضة باعتبارها جنحة أو جريمة إلى ممارسة طبيعية تقوم على قاعدة تطبيع العلاقة بين المعارضة والأغلبية. وأضاف والمحام خلال ندوة بنواكشوط أن تطبيع العلاقة بين المعارضة والأغلبية أعطى ثمارا تجسدت في تنظيم بعض الحوارات. ندد ناشطون بمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط. نددوا بما تعرضت له عناصر من قوات الشرطة خلال ما بات يعرف بأحداث جزرة البوعمات. وقال الناشطون الشباب بالمبادرة إن منفذي تلك الأحداث دخلاء على المبادرة وتم تأطيرهم من طرف بعض الجهات التي لا تخدم وحدة البلد، كما نددوا بالتصريحات الأخيرة لرئيس المبادرة. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى لنقاش مشروع أقلمة مناخ الاستثمارات المائية في المناطق الواعدة بالموارد الرعوية والغابات. وقال الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي إن المشروع سينفذ من طرف وزارتي المياه والصرف الصحي والبيئة والتنمية المستدامة، وستتخذ في إطاره إجراءات من بينها إدراج التغير المناخي ضمن السياسات القطاعية والخطط التنموية لدى البلديات، ووضع استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، إلى اللقاء.